ولا يعفى عن شيء من النجاسات كلها مما يدركه البصر إلا اليسير في العرض من الدم والقيح الأجنبيين، سواء كان من نفسه كان انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره غير ذوي الكلب والخنزير وفرع أحدهما، لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو ويقع القليل منه في محل المسامحة. قال في الأمي: والقليل ما تعافاه الناس أي عبده عفوا، والقيح دم استحال إلى ندم وفساد ومثله الصديد، وأما دم نحو الكلب والخنزير فلا يعفى عن شيء منه لغضبه كما صرح به في البيان ونقله عنه في المجموع وأقره. وكما لو أخذ دما أجنبيا أو أخذ دما أجنبيا ولطخ به نفسه أي بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك، فإن التضرخ بالنجاسة حرام. وأما دم الشخص نفسه الذي لم ينفصل كدم الدمامير والقروح وموضع القصد والحجامة ويعفى عن قليله وكثيره، انتشر بعرق أم لا ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق ووليم الذباب وعن قليل بول الخفاش وعن روثه وبول الذباب، لأن ذلك مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه، ودم البراغيث والقمل رشحات تمصها من بدن الإنسان وليس لها دم في نفسها، ذكرها الإمام وغيره في دم البراغيث ومثلها القمل. يعني الشافعي يقول لك لا يعفى عن شيء من النجاسة لأنه مثلا الحنفي مثلا في بعض النجاسات قالوا يعفى ايش منها عنها بعموم البلوى، في بعض النجاسات الحنفية محمد بن حسن رضي الله عنه لما ذهب إلى ضيف مصر ورأى الأبقار والأغنام ونفس الضيف فقال يعفى عنها بعموم ايه البلوى، عندهم ايش مالها؟ نسي. عند الشريف لا يعفى عن شيء من النجاسات الا ما يلي: اليسير في العرف، الشيء القليل مثل الدم القليل، دم يسير. لان شو يعني ما حد اليسري والكثره؟ كان لك العرف، ما العرف القليل المعفو عنه ما تعافى عنه الناس حسب العرف. الان يقول لك هذا الدم قد يصل إلى الإنسان من نفسه وقد يصل إلى الإنسان إيش؟ غيره. هذا الدم إذا وصل إلى الإنسان من نفسه يعني يعفى عنه بثلاثة شروط أو شرطين. الأول أن لا يتعمد ذلك، ألا يتعمد إيش ماله؟ ذلك. الثاني أن لا يتجاوز المحل المعتاد الوصول إليه، ألا يتجاوز المحل المعتاد إيش؟ الوصول إليه. يعني الآن إنسان انجرح، عند الشافعي يعفى عن هذا الدم بشرط ما يكونش تعمد الإنسان، والشرط الثاني أن لا يتجاوز المحل المعتاد إيه؟ الوصول إليه. يعني الآن انجرح في إيده، عادة تكون وصول الدم لإيده حوالين إيده لكن يتجاوز المحل المعتاد الوصول إليه، أجع راسه، أجع ركبه، أضع ظهره، هون إيش ماله؟ لا يعفى عنه. وإذا جاء الدم إلى الإنسان من غيره يعفى عنه إذا كان إيش؟ قليلا وليس بتعمده، وليس إيش؟ تعمده. يعني شفتوا إيش الفرق بين أن يكون الدم من الإنسان نفسه وغيره؟ إذا من نفسه يعفى عنه ولو كان إيش ماله؟ كثيرا، بشرط أن لا يتجاوز المحل المعتاد الوصول إليه. لكن من غيره لا يعفى إلا إيش ماله؟ إلا على القليل، وبشرط أن لا يكون بتعمد. طبعاً الحالتين إذا كان بتعمد سواء من نفسه أو من غيره لا يعفى. قال محل الفصد ومحل الحجاب يشمله يعفى عنه سواء قليل كان أو يشمله كثير، محل الحجاب والفصد يعفى عنه. كذلك قال الشافعي يعفى عن دم القمل والحشرات والذباب وما شابه، دم البعوض خلينا نسميها، يعفى عنه، لأنه هذا يعني يعصر التحرز عنه، و
وكذلك عن ونيمه وعن بوله حتى يعني هذا ونيم الذباب الوسخ الذباب يقف عنه لأنه في صعوبة التحرز عنه. هناك مشقة في التحرز عنه، ثم هذا الدم ليس من نفسه إنما هذا امتصه للإنسان. ليس من نفسه. لذلك يعفى عنه حيث يسموه العلماء دم ما لا نفس له سائلة أو ما لا دم له من نفسه يعفى عنه. قال تنبيه، طبعا عند الشافعية القيح نجس كالدم. القيح عند الشافعية نجس إجماله، أصل دم لأنه القيح عند الشافعية نجس. القيح عند الشافعية نجس كالدم. قال تنبيه، محل العفو عن سائر الدماء ما لو اختلط بأجنبي، فإن اختلطت به ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو زويت لثته لم يعفى إيش عن شيء منه. نعم يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها، وإلا فلا يعفى عن شيء منه. قال النووي في مجموع الكلام على كيفية المسح على الخف، لو تنجس أسفل الخف بمحفوظ عنه، لو تنجس أسفل الخف بمحفوظ عنه لا يمسح أسفله، لأنه لو مسحه زاد إيه التلويث، ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد انتهى. الشيخ يقول محل العفو عن سائل الدماء ما لم تختلط إشمالها بأجنبي. يعني الآن قلنا إلى إنسان جرح يعفى عن إشماله هذا الدم بشرط أن لا يختلط إشماله به أجنبي، ولو دم فإن اختلط به ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو دميت لثته لم يعفى عن شيء إشماله منه. الآن لو إنسان جرح وجاء اختلط هذا الدم بإيش؟ في دم آخر ولو بالشخص نفسه، شفت معاي؟ أو في مادة أخرى أو إلى آخره لا يعفى، لأنه يزيد إشماله يزيد تلويثا. قال نعم يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها، يعني حتى لو حط مي عليها، لأن جرحت أنا حطيت مي عليها بتعمد لا يعفى عنه، لابد أزيل إشماله الأثر، لأن المي زادتها إشمالها تلويثا. أي الصورة؟ ذلك النووي يقول في المجموع لو جاء على خف الإنسان، أنت خذوها على أكثر على مش الإيد، خذوها أكثر على مثلا بدن الإنسان، يعني الآن أجل مثلا أنا دم على طرف ثوبي، إذا حطيت مية عليه التعمد تزيد المية إيش مالها؟ مساحة النجاسة، لكن لابد إزالتها، لكن إذا الماء مش بتعمد إيش ماله؟ يعفى عنه. قال النووي رحمه الله لو شخص جاء على أسفل خفه نجاسة معفو عنها، نفرض إنه دعس على ذبابي، دعس على بعوضة وجاء عليها نجاسة ودم، الآن بدنا نصلي فيها بدون يشمله ما يغسلها شيكا. قال لو تنجس أسفل الخف معفول عنه لا يمسح أسفله يصلي شيكا. قال لأنه لو بده يغسلها، لو إنه بده يحط عليها مية أو بده يمسحها بده تزيد يشملها النجاسة، وحينئذ يلزم أن يغسله. واختلف فيما إذا لمس ثوبا فيه دم براغيث وبدله رطب، فقال المتولي يجوز، وقال الشيخ أبو علي السنجي لا يجوز، لأنه لا ضرر إلى تلويث بدنه، وبه جزم المحب الطوري تفقها. ويمكن حمل الكلام الأول على ما إذا كانت مطلوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب لمشقة الاحتراز عنه، كما لو كانت بعرق، والثاني على غير ذلك كما علم بما مر.